هدف وحيد سجل عن طريق اللاعب ليشتنشتاينر بعد تمريرة بينية رائعة من فوجينيتش. ينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الديار بهدف نظيف. الشوط الثاني يتكرر سيناريو الشوط الأول، سيطرة لليوفي، ثقة من اليوفي، ثقة من المدرب، ثقة من اللاعبين، ويأتي الهدف الأول أو الهدف الثاني من اللاعب جوفينكو بعد كرة ثابتة كان قد تحدث عنها الكابتن حازم إمام بين شوطين المباراة، وأن اليوفي ربما تمرن كثيرا على مثل هذه اللقطات. الهدف الثالث من نجم فعلا يستغرب الجميع من تفريط نادي مانشستر يونايتد بقيمة كروية ثابتة شابة.